يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني عقد سادس جلسات المحور المجتمعي. وخلال الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة الشباب والتي تبحث قضية التمكين السياسي ودعم الاتحادات والأنشطة الطلابية، أكد مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني أحمد فتحي أن عهد الرئيس السيسي شهد تمكينا سياسيا للشباب، موضحا أن نسبة التمثيل السياسي للشباب في برلمان 2021 وصلت إلى 21% بمجموعة 124 نائبا. كما أكد فتحي أن الدولة حريصة على الاستماع لأصوات الشباب وتمكينهم على كافة المستويات، مشيرا إلى أن الحكومة تضم من الشباب 32 نائبا لمحافظين و8 مساعدين لوزراء و18 معاونا لوزراء.